عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اخر يوم في رمضان، وطالما اخر يوم في رمضان كده نعمل اكلة كده مدلع، اسمها كده المدلع. مش قادرة اقولك الحواوشي النهاردة باجمل وابسط طريقة ممكن تتخيلي، وهنضاعف كمان كمية اللحمة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا وقلت بقى كده يا جماعة نودع اخر رمضان كده باكلة حلوة كده وسهلة وسريعة، وبجد طعمها حلو جدا جدا. اول حاجة كده اهوت انا معايا نص كيلو من اللحمة، عليهم نص كيلو بالظبط من البصل، وعليهم قرن فلفل حام. تمام كده، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. هقطع بقى البصل بتاعي ده في الكبه، ما عندكيش كبه بالمبشره يعني ماشي حالك. تمام كده، اهم حاجه ان انت تنعمي البصل ده كويس جدا جدا بالفلفل كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. ماشي، مفيش اكتر من اللحمه والبصل وشويه توابل، وهتاكلي اجمل واحلى حواوشي ممكن تاكليه بجد، كان في منتهى الجمال والحلاوه. وعايزه اقول لك ان انا دخلت المطبخ ما خدش تقريبا كله كده في عمايله، في سواه كمان ما كملش نص ساعه والله. زي ما انتم شايفين ضربت البصل كويس جدا جدا، وهنا بقى عينك ما تشوف الا النور، تدعكي البصل باللحمه كويس جدا جدا بحيث ان كل حاجه تدخل في بعضها كده اهوت قبل التوابل. انا عايزه البصل ده يختفي خالص، يدخل جوه اللحمه كده. طيب عايزه تضربيه مثلا في الكبه ولا حاجه، مش عايزه تدعكيه كده بايدك، برده انت حر. زي ما انت شايفه كده اهوت يا ست البنات، ونجهز بقى اجمل واسهل توابل. طبعا شويه فلفل اسود وشويه ملح، ودي شويه من السبع بهارات، ومعلقه بابريكا زي ما انتم شايفين. طبعا انا حاطه قرن فلفل حامي فمش هحط شطه، توم باودر بقى وبصل باودر. ماشي، الحواوشي عامه بيحب ايه؟ التوابل الكتير. وممكن تستغني عن كل الحاجات اللي انا حطيتها دي يا بنات، وتجيبي الكيس الخلطه اللي هي بتاعه الحواوشي، برده بيفرق في الطعم جدا جدا. وبرده دعاكي بقى كل ده كويس جدا جدا زي ما انت شايفين. تمام كده، انا بقى جبت ايه، كيسين من العيش كده طازه كده فريش ما شاء الله، وقلت بقى هحشي فيهم كده. زي ما انتم شايفين خلاص الخلطه جاهزه معايا. هجيب الصاج بتاعي، انا النهارده هشتغل بطريقتين، هحط في الفرن وهعمل على البوتاجاز. تمام، اهم حاجه شويه زيت كده عشان ياخد لون كده حلو قوي. نفتح العيش كده اهوت نص فتحه زي ما انت شايفه يا ست البنات، كل العيش اللي معايا مره واحده بحيث ان انا ايه اشتغل كده في الحشو على طول. خلاص كده نبدا بقى ناخد كوره لحمه حلوه كده سميكه. طبعا احنا مش هنلحسه بقى زي بتاع بره، لا نعمل كده ايه حاجه متدلعه. واهم خطوه بعد ما تحطي فيه اللحمه ست البنات يعني ايه تطبطبي عليه كده بس من فوق، من فوق العيش مش من جوه العيش كده. انت بتوزعي اللحمه كويس جدا جدا قلب في قلب العيش يعني. زي ما انت شايفه يا ست البنات كله تمام اهوت، ما شاء الله ما فيش اجمل ولا اسهل من الحلاوه دي. هرص بقى كله كده ايه يعني على قد ما الصاج بتاعي هياخد. تقريبا الصاج بتاعي خد 6 رغفه. تمام، زي ما انت شايفه كده اهوت انا رصيتهم في الزيت كده، وهقوم مدخلاهم الفرن على طول، وافضل بقى ايه متابعاهم يمين وشمال كده كل شويه بحيث ان هو ياخد اللون الحلو جدا، يتحمص كده وفي نفس الوقت يستوي. تمام، هنا بقى كان عندي بصراحه عيش بايت، لان العيش اللي انا كنت جايباه كله حشيته. هعمل ايه؟ هقوم جايباه كده اهوت على شكل نص كده زي ما انت شايفه، وهقوم اسمى العيش كده شكل السندوتش كده اهوت. تمام، عايزه اقول لكم ان كانت الفكره دي في منتهى الجمال والحلاوه، ودي بقى يا ست الكل انا هعملها على الطاسه من فوق، وهوريكم برده بيتقلب ازاي وبياخد طبقه ولون حلوه جدا جدا. تمام، انا هجيب بقى ايه، انا هشتغل فيه من فوق، هخليه انصاص. حتى الكام رغيف اللي كانوا باقيين معايا قمت اقسمهم كده اهوت نصين بالسكينه زي ما انت شايفه كده اهوت. ماشي، وهحطهم على البوتاجاز كده على طول. عايزه اقول لكم ما بياخدش اصلا وقت على البوتاجاز، وبيطلع طعمه حلو جدا جدا واخد لون في منتهى الجمال والحلاوه زي ما انت شايفه كده اهوت اهوت. ماشي ما شاء الله العيش ماسك معايا وكل حاجه. هرفعه على نار هاديه بقى، وتعالوا نشوف اللي في الفرن كده. انا قلبته الناحيه الثانيه، ماشي كل شويه بقلبه يمين وشمال. العيش عايزه اقول لك ان ما بينشفش خالص، وبجد بياخد طبقه حلوه جدا جدا ما شاء الله اهوت زي الفل. نحط بقى كده اهوت ايه اللي هنحطه على النار من فوق. انا مولعه النار يعني نار مش هاديه قوي ومش عاليه او متوسطه كده، بحيث ان اللحمه بتاعتي تستوي. وكل شويه بقوم بصي متكيه عليها كده اهوت كويس، بحيث ان اللحمه بتاعتي تبقى مستويه كده وطعمها حلو جدا جدا. خلاص كده انا خلصت الاكله الفظيعه التحفه دي. ماشي، وحطيت كده طاسه بطاطس كده اهوت محترمه، وقطعت كام طماطميه كده وطبقين مخلل كده، وكانت الاكله في منتهى الجمال والحلاوه. ايه رايك في الجمال والحلاوه؟ مش محتاجه منك بس غير اللايك كده ودعوه حلوه من القلب، والاشتراك في القناه، والاشتراك في القناه كده عشان تنوريني وتكبري قناتي. انا نفسي قناتي تكبر بيكم ومعاكم، وعيد سعيد علينا وعليكم. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ شايفين يا جماعه شكل العيش من قدام في منتهى الجمال والحلاوه، ولما تحط كمان في النص كده البطاطس يا نهار ابيض، ده اكل فاخر من الاخر. ايه رايك بقى؟ شوف انت بقى لو بتشتريهم من بره الاكله دي ما شاء الله هتجيبيها بكام.
بس كده يا جماعة الفيديو النهاردة يكون خلص. اتمنى من كل قلبي ان شاء الله كده يكون سهل وسريع كده اهوت. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.